الوطن، والمركزي يرفع الجنيه 7 قروش والدولار ينخفض إلى 888 قرش رسميا. رفع البنك المركزي المصري قيمة الجنيه المصري بمقدار 7 قروش في العطاء الاستثنائي الذي طرحه أمس الأربعاء أمام البنوك، وبلغ حجم العطاء 1.5 مليار دولار لتغطية المراكز المالية للعملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية. قالت مصادر مصرفية أن البنك المركزي عرض الدولار في عطاء أمس بقيمة 8.87% جنيه، وهو أقل 7 قروش عن آخر عطاء ليه اللي كان أول امبارح الثلاث، والذي طرح فيه 200 مليون دولار بسعر 8.85%.